لأن القضية الفلسطينية باتت رمزا للصراع بين الحق والباطل، ولأن سرديتها تخللت في وجدان حركات التحرر العادلة، تعقد من أجلها المؤتمرات وتنطق بحالها ألسنة المدافعين عن الحق أينما وجدوا. الراصد العالمي لحقوق المرأة والطفل الفلسطينيين منظمة جديدة أطلقتها مجموعة من الحقوقيات. نجتمع اليوم من أجل هذا المولود الجديد، أطلقنا عليه اسم الراصد العالمي لحقوق المرأة والطفل الفلسطيني. تم تأسيسه من سيدات حقوقيات ومحاميات من عدة جنسيات متخصصات في القوانين الدولية عموماً والقانون الدولي الإنساني خاصة. يؤمننا بثقافة حقوق الإنسان لإيصال أصوات الضحايا داخل الأرض المحتلة. مباركون لهذه الخطوة من شخصيات اعتبارية أكدوا على ضرورة استثمار كل جهد للدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. هذا المجتمع المدني ما دليل على أننا نتضرر شيء. فلسطين هي بيتنا وقبلتنا ورمز النضال من أجل الحرية لكل أحرار العالم، وقضية فلسطين كالنفس بالنسبة للمسلمين عموما، وتركيا تليها اهتماما خاصا ومستعدة لتقديم كل شيء من أجل انتصار الحق الفلسطيني. وللانتقال من المرحلة النظرية إلى العملية لابد من آليات عمل حقوقي. فإحنا رح نشتغل على إنه إحنا تكون التقارير علمية منهجية بحيث إنها تعطي التأثير الصحيح. هذا ابتداء، هاي أحد الآليات. الآلية الثانية اللي إحنا عم نشتغل فيها اللي هي الآلية القضائية. وضعنا عدة آليات للملاحقات القضائية المتكررة. هلا إحنا على علم إن الملاحقات القضائية لن يكون تنفيذ القضايا هو تنفيذ واقعي، لكن إحنا بنقدر نحد من حريتهم إذا استطعنا إن نأخذ أحكام قضائية. وخرج الحفل التأسيسي لمنظمة الراصد العالمي لحقوق المرأة والطفل الفلسطينيين بتوصيات تحدد بوصلة العمل في الأيام القادمة. تقوية الشبكات والشراكات في العالم وتفعيل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. دعم حملات المناصرة في العالم، خاصة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يخدم تحقيق أهداف الراصد العالمي. تقوية روابط الحقوقيين محليا وإقليميا ودوليا، خاصة المهتمين في قضية فلسطين، وتفعيل دورهم من خلال شراكات ذكية بما يخدم الدفاع عن حقوق النساء والأطفال الفلسطينيين. إيجاد آلية تقارير لرصد الانتهاكات الإسرائيلية. وتأمل مؤسسات هذه المنظمة أن تكون هناك استجابة دولية لمحاكمة الاحتلال الصهيوني على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.